هو على كل نحن الآن نقيم شخص بغض النظر بعد ذلك عن قضية البرنامج والرؤى، لأنه مسألة البرنامج يفترض أصلا أن تكون هنالك مهام واضحة ومحددة ومحل اتفاق ما بين مجلس الوزراء وما بين المجلس السيادي، أو على الأقل يفترض أن تجاز كل هذه القضايا في المجلس التشريعي. أنت حتى هذه اللحظة لازلت في بداية الطريق، وليس هنالك إلا 4 أو 5 فقرات تم الإعلان عنها، أهم ما فيها هو موضوع حكومة التكنوقراطة والحكومة الكفاءات وتعيين المجلس التشريعي واستكمال هياكل المرحلة الانتقالية. في هذا الإطار في تقديري يفترض أن يكون هنالك برنامج واضح تقدمه الآن، برنامج تفصيلي تقدمه رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء تحديدا بعد تكليفه، وبالتالي هذه أنا في تقديري مرحلة على كل لاحقة وستأتي بطبيعة الحال، وحينها فعلا يمكن أن يحكم على البرنامج الذي يعلنه رئيس الوزراء ومجلس وزرائه، ومدى فعلا يعني قدرة هذا المجلس على أن يعبر بالسودان في المرحلة القادمة.